السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل ميني بيتزا بطريقة بسيطة وسهلة جدا، ومن 3 كوبايات دقيق هنعمل الكمية اللي انتوا شايفينها كده، وكمان متاكل منها شوية يعني. ف3 كوبايات دقيق بتعمل كمية هايلة، سريعة جدا للمدارس وللأطفال، ومغذية كمان لأن فيها مكونات جوه العجينة نفسها مغذية جدا وطعمها حلو قوي، وكمان بطعم أحلى بكتير جدا من الأفران بتعمله منه. وعايزة أوريكم كده من تحت عاملة ازاي، بصوا درجة التسوية قد ايه. وقبل ما نبدأ في اي حاجة هقطع لكم كده بيتزا قدامكم عشان نشوفها من جوه عاملة ازاي. بصوا من قريب اكتر، بصوا الطريان والهشاشان بتاعها حلوة جدا. تعالوا بقى مع بعض نشوف المقادير والطريقة. اول حاجة بقى معايا ايه، العجينة بتاعتنا لازم تكون طرية جدا وهشة، لان دايما الميني بيتزا بتبقى اطرى من البيتزا العادية. معايا اول حاجة 3 كوبايات دقيق لازم يكونوا مدخولين، ومعايا معلقة ونص سكر، معلقة ونص كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة مليانة ملح، ومعلقة كبيرة ونص زبدة تكون طرية مش سايحة مش مية، لا طرية لدرجة انها سايحة بس مش مية، تمام. معايا كمان 1 كوباية لبن دافية زي دمعة العين مش مغلية، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة خميرة، وبيضة واحدة. انا دلوقتي حطيت الخميرة مع اللبن والسكر وقلبتهم كويس جدا، ممكن بقى اسيبهم كده في مكان دافي لحد ما الخميرة تتفاعل، او لو انا متأكدة ان الخميرة بتاعتي شغالة وتمام يبقى اشتغل على طول. بس بصوا يعني انا سبتها مفيش 3 دقايق كده لحد ما قلبت، بصوا تفاعلت ازاي، فكده الخميرة معايا تمام جدا. احط بقى البيضة، حطيت البيضة اهو قلبت كويس جدا لحد ما البيضة اختلطت بالخليط بتاعي كله. نحط بقى الدقيق كده واحدة واحدة وننخله، واحنا بنحطه انا كده عملت ايه، قلبت ال3 كوبايات او 2.5 كوباية دقيق، واتبقى معايا 0.5 كوباية اهي، خلطت معاها الملح والبيكنج باودر، وهي معلقة واحدة كفاية البيكنج باودر لان زيادته بيمرر قوي اي عجينة. انخل برضو ال0.5 كوباية الباقية دي واقلبها مع خليط العجينة. كده العجينة معايا اتلمت بالمعلقة بس ما دخلتش ايدي لسه. دلوقتي بقى في المرحلة دي ادخل المعلقة ونص كبيرة زبدة طرية اعجنها مع العجينة في الاخر. حطيت الزبدة اهو مع العجينة، ابتدي بقى ان انا اعجن العجينة دي بايدي مع الزبدة، المها بالزبدة كلها كده. انا لميت العجينة بالزبدة وتمام جدا، نزلتها بقى على الرخامة وحطيت بس رش دي كده عشان ابتدي ان انا المها واعجنها كويس 10 دقايق كده بالشكل ده، وما زودش عن رش الدقيق دي، 10 دقايق بقى افضل اعجنها كده. بصوا هي حتى من غير رشة الدقيق هي مش بتلزق، بس عشان يعني نتأكد انها ما تلزقش اهو كده لحد بقى ما تنعم معايا وتبقى ملساء تماما. العجينة اهي بتاعتي بعد ما عجنتها ربع ساعة، وطبعا سابت من ايدي خلاص، العجينة دي طرية جدا، فلو لزقت معاكوا في الرخامة ما تحطوش دقيق تاني، هي كفاية اوي رشة الدقيق الاولانية عشان ما تنشفش. بنحط 2 كبار زيت بس وبنلمها بيها وبنعجنها بيها، وبنعجن بقى بسرعة عشان ما تلزقش في الرخامة، وبتطلع طرية جدا. خلاص دلوقتي ناخدها ونحطها في البولة اللي كنا بنعجن فيها، ونسيبها تتخمر في مكان دافي حوالي من ساعة لساعة وربع مش اكتر من كده، لان فيها بيض وفيها بيكنج باودر، والعجائن اللي فيها بيض وبيكنج باودر ما بيفضلش انها تتساب تتخمر اكتر من ساعة وربع. فهسيبها دلوقتي وهرجع لها بعد ساعة ونشوف هتبقى عاملة ازاي. بصوا بقى كده العجينة بعد ساعة ما شاء الله بقى حجمها عامل ازاي، وكمان الكلينك فيلم او الرول ستريتش دوت احسن بكتير من الفوطة عشان ما بيدخلش الهواء خالص، ونوع الخميرة كمان انا مستخدماه وريته لكم في الكيس، نوعه حلو جدا لو لقيتوه هاتوه. نفتح بقى كده تمام، وناخد بقى ايه، مش هناخدها كلها، ناخد بس قطعة قطعة كده ندورهم نكورهم كور. بصوا كده عايزة اوريكم العروق اللي في العجينة، بصوا كده العجينة ممتازة وهايلة وحلوة جدا. من ايه بقى، انا جبت حتة كده اهي، دي بصوا بتلزق يعني بتلزق في الرخامة وبتلزق في ايدي كمان، انا عايزاها كده يعني، هي قبل ما اخمرها ما كانتش بتلزق وكانت تمام، بس بعد ما بتتخمر وهي ده من نجاح عجينة البيتزا، البيتزا الطرية بالذات تمام، انها تبقى بالشكل ده كده. اعمل انا ايه بقى، اخدها كده واقوم مكوراها بسرعة كده اهو تمام، فبقت عندي ايه كورة، احطها بقى هنا كده ونخلص باقي الكمية بالشكل ده كده.
انا خلصت اهو كل الكويرات اللي عملتها كده، ويا دوبك عقبال بس ما خلصتهم كانوا يعني كبروا بالشكل ده كده. باخد بقى كده كل واحدة، ومعايا ايه، صينية مدهونة رشة دقيق بسيطة. باخد بقى كده كورة من الكرات، وبعدين بعمل ايه، ببططها بايدي. باجي بقى بالقطاعة، طبعا الصينية عندي تيفال بس انا مبطناها يعني، فما اقلقش ان انا اعمل لها كده، وما اضغطش بقى قوي يعني، دوبك بس كده، واشيل بقى اي اجزاء زيادة. انا دلوقتي بقى خلصت الكمية اللي معايا، ولسه على فكرة في عجينة تاني او في كويرات تانية. على فكرة ممكن كمان نغير القطاعة، احنا عاملينها كور متساوية وشكلها حلو لو عملناها بس كده وظبطناها من الجوانب، هتبقى هايلة وحلوة جدا. بس انا كنت عايزاهم بس يبقوا نفس المقاس، مفيش اكتر من كده. هعمل ايه بقى دلوقتي، طبعا مسخنة الفرن وحاطة حلة كده صغيرة فيها شوية مية عشان تطلع بخار وتعمل شوية كده نفشين للعجينة. تمام، عندي صوص الطماطم اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعه، هايل حلو جدا، مهما تكتروا وتحطوا منه على البيتزا طعمه حلو قوي، ما تحسوش ابدا بالحموضة. هحط لكم اللينك بتاعه، هتدوسوا على السهم اللي تحت العنوان بتاع الفيديو، هيظهر لكم على طول اللينك بتاع صلصة البيتزا، سر طبعا اكبر المطاعم العالمية. هنعمل ايه، هناخد بس منها شوية كده وندهن على كل بيتزا عندنا، وهحط عليها طماطم صغيرة متقطعة صغير، وانا سبتها حوالي 5 دقايق بعد ما حطيت الصوص والطماطم وكل الكلام دوت، سبتها 5 دقايق بس. بصوا بقى حجمها عامل ازاي، بصوا بقت عاملة ازاي ونفخت اكتر. هدخلها دلوقتي الفرن المتسخن من قبل كده، هتقعد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة على حسب، وهقول لكم خدت وقت قد ايه. وقبل ما تكمل سواها بما فيش 3 دقايق هقوم حط، او دقيقة كمان، هحط الموتزاريلا عشان تفضل لونها ابيض. وده شكل الميني بيتزا بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، هو زي ما قلت لكم كده خد ربع ساعة تقريبا خبز، وقبل ما يطلع بالربع ساعة دي بدقيقة او دقيقتين رحت حطيت عليه الموتزاريلا، وحطيت كمان قبل ما ادخله حطيت شوية مشروم كده اهو لو شايفينه من تحت كده، برضو يعلي شوية القيمة الغذائية. بصوا بيبقى من تحت عامل ازاي، بتبقى لسه لونها فاتح ما تغمقش. سيبها بس تهدى شوية وهنقلها وهوريها لكم برضو من جوه كده عاملة ازاي. وده كده بيكون شكل الميني بيتزا بتاعتنا بعد ما خلاص هديت شوية ونقلتها كده اهي. بصوا شكلها عامل ازاي، حلوة جدا وطرية، مش قادرة اقول لكم طرية قد ايه وهشة. بصوا بقى كده من جوه عاملة ازاي، بصوا طرية وهشة جدا، دي لسه دافية شوية، بصوا الطريان قد ايه، وطعمها بقى مش قادرة اقول لكم حلو ازاي. وكمان الريحة، الريحة فظيعة، حلوة جدا. ممكن كمان نزود الكمية يعني، بدل 3 كوبايات بس لا نعمل كيس دقيق، هيعمل معانا طبعا كمية مهولة. بنشيلهم في الفريزر، بنشيلهم زي ما هما كده مخبوزين في الفريزر، وبنطلعهم قبل ما احنا بنحتاجهم مثلا بحوالي ربع ساعة كده يفكوا، او نسخنهم في الميكرويف مفيش ثانيتين كده هتلاقيهم طريين وحلوين جدا وكأنهم طازة خلاص. ممكن كمان نشيل العجينة، العجينة نفسها لما نعملها وخلاص، احنا مش محتاجين ان احنا نعملها دلوقتي مثلا، فبعد ما بتتخمر بس ما تتخمرش قوي يعني، تتخمر نص تخميرة يعني، بدل ساعة خليها نص ساعة كده، وبعدين نكورها ونحطها في الفريزر، ولما بنطلعها بنسيبها بقى تتخمر شوية شوية اللي هي نص ساعة او ساعة كمان، وبعدين نبتدي نشتغل بيها. ان شاء الله تجربوا طريقة الميني بيتزا دي وتعجبكم وتقولي رأيكم فيها ايه، وبالهنا والشفا.